السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم أيها الأحباب في حلقة جديدة من حلقات القناة. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكونوا جميعا بكل خير وصحة وسلام. عايزين نخش مباشرة في الموضوع النهاردة، لأن معانا مشاهد كثيرة، مشاهد حصرية مذهلة. اضغط على زر الإعجاب لايك وشارك الحلقة للأهمية على جميع المنصات، الأصدقاء والمشرفين. تعالوا نبدأ مباشرة زي ما بقول لكم، ما عندناش أي وقت، ربنا يبارك لينا في وقت الحلقة. مشاهد لم يسبق لها مثيل في تاريخ السعودية، أصوات مجهولة في السماء، العلماء مرعوبين، صمت الأرض لن يدوم، ظاهرة غريبة جدا، الجو حر وفجأة مطر غزير. مشاهد تأتينا من مختلف الدول. تعالوا نبدأ مباشرة. المشهد الأول، الصراصير تهاجم أمريكا في ولاية نيفادا، ودوت فيديو لمدة 48 ثانية كما يظهر أمامنا. حاجات غريبة جدا بتحصل قصادنا. الآيات الكونية، ممكن واحد يقولك ازاي بتقول دي آيات كونية؟ طيب ارجع للقرآن، فأرسلنا عليهم الجراد والقمل والضفادع والدم آيات، يعني ديت آيات من عند الله. زي ما بيظهر قصادنا صراصير تهاجم نيفادا، حاجة غريبة جدا. النحل يغزو نيويورك أمريكا، مشاهد برضو غريبة جدا. ايه اللي بيحصل في أمريكا؟ حاجات غريبة جدا جدا كما تظهر أمامنا المشاهد. صورة الفيديو، قاعدين بيشيلوا النحل من على الشبابيك وعلى الزجاج، حاجات غريبة جدا جدا. كمان تعالوا نشوف ايه اللي بيحصل في السماء. العلماء في ظواهر لا يستطيعوا ان هم يصارحوا الناس ويأتوا بتفاسير ليها. ليه بقى؟ لأنها تكون الحقيقة على غير هوى الكثير من الناس، وعلى رأسها الوكالات العلمية اللي هي أزرع يعني رئيسية للماسونية العالمية. في أصوات في السماء، وده حاجات بتتكرر بقالها شهور، والناس بتقول رعد وبرق، وبتتكرر الشكاوى، وشهود العيان في مختلف أنحاء العالم بدأوا أن هم يكلموا من جديد أصوات في السماء ولا يوجد رعد ولا برق. يا ترى إيه هي هذه الأصوات؟ زي ما أصدقاء لينا في اسكندرية وفي البحيرة أرسلوا إلينا وقالوا لنا أن في أصوات بتسمع في السماء ولا يوجد لا برق ولا رعد. قولوا لنا في التعليقات رأيكم ايه في هذا الكلام، والاجواء اللي احنا عايشين فيها اجواء غريبة جدا جدا، لدرجة ان بتشوف الجو شديد الحرارة، وده مظهر من مظهر طقس اخر الزمان، جو شديد الحرارة وعلى فجأة مطر شديد، على فجأة مطر شديد غزير. وأحيانا يصاحب المطر أصوات في السماء لا يوجد لا برق ولا رعد. حاجات غريبة جدا بتحصل، والكلام ده يعني ناس رصدوه عندنا في مصر، ورصدوه في دول الخليج، ورصدينه من زمان في أمريكا، وده تطور نوعي مهم. الحاجات اللي كنا بنسمع عنها وبحكيها لكم من شهور بل من سنة، أصوات السماء، ورجعوا للحلقات اللي على القناة، بدأنا ان احنا نسمعها بقوة في الدول العربية. طبعا ممكن هتلاقي ناس طلعة بتقولك لا دي تهيؤات، واحد تاني يقولك دي أصوات مش عارف تجارب في الصحراء، ومع ان الصوت جاي من السماء. هتسمع كلام كتير جدا في ايه، في هذا الشأن وفي هذا الموضوع. تعالوا كمان نشوف خبر من أهم الأخبار في الحلقة بتاعة النهاردة. ايه اللي بيحصل في السعودية؟ مشاهد لم تحدث
قبل ذلك في تاريخ السعودية. تعالوا نشوف هذا المشهد لرجل في السعودية بيتكلم بيقول من 2009 ما شفناش الثلوج في منطقة جازان. تعالوا نسمع لمدة 18 ثانية ثم نعود إليكم. ما شاء الله تبارك الله، من عام 2009 وأنا في جازان ما عمري لما وقع مع المطر ثلج برد. شوف اليوم طبعا هذه تاريخية، منذ من عام 2009 ما شاء الله ولا عمري شفت مع المطر ثلج إلا اليوم. اليوم اللي هو يوم الأحد تاريخ هذا اليوم. كمان تعالوا نشوف أمطار شديدة بتضرب السعودية، فيديو لمدة 26 ثانية أيضا، ثم نعود إليكم مشاهد غير اعتيادية بالمرة. طبعا مشاهد غريبة على الناس في هذا التوقيت. خد بالك احنا واحنا في العنوان بنكتب بنتحرى الدقة بشدة في كتابة العناوين، يعني ما بقولك ان هذه المشاهد لم تحدث في تاريخ السعودية معناها ان هي ما حصلتش ابدا في هذا التوقيت. ركز قوي على كلمة ايه، في هذا التوقيت. كمان تعالوا نشوف كلام العلماء. العلماء مرعوبين من صمت الأرض. يعني إيه صمت الأرض؟ انتبه معايا لأن ليها معنى اتكلمت عنه في حلقة امبارح. لازم تعرف بشرح مبسط إن الأرض بتستقبل وتمتص الشحنات الدخيلة عليها اللي جاية من السماء، مش مفيش حاجة اسمها الفضاء، بين قوسين الموجات الكهرومغناطيسية. لازم تعرف ان هذه الشحنات الارض بتفرغها، بتفرغها على هيئة زلازل، على هيئة براكين، على هيئة عصير يعني، وهكذا. عندما تمتص الارض هذه الكمية الكبيرة جدا، واحنا قلنا لك ان رنين شومان وصل من يومين لمية ستة وعشرين، للدرجة 126. طيب فين التفريغ؟ لم يحدث تفريغ هذه الشحنات اللي الأرض امتصتها. إذن حسب هذه التقديرات إن احنا داخلين زي ما قلت لكم امبارح في نقطة اللا عودة، اللي هتشوف فيها التفريغ هيبقى مرعب، تفريغ هذه الشحنات هيبقى مرعب وهيظهر على شكل زلازل عنيفة بين قوسين زلزال الميجا وبراكين شديدة جدا. وهذا الصمت كما قال العلماء لن يدوم طويلا. أنا حبيت إن أنا ألقي إطلالة سريعة تمهيدا للمتوقع في الفترة القادمة. تعالوا نشوف خبر كوميدي، أنا بعتبره من الأخبار الكوميدية. عالم بيقترح نقل الأرض بعيدا عن الشمس علشان تتفادى الاحتباس الحراري. طبعا انت ممكن تكون بيتهيألك ان انت سمعت غلط، لا ده الخبر حقيقي كما يظهر امامنا. عالم بيقترح نقل الارض يعني بعيدا عن الشمس، طبعا لان بدام بدأنا في الخزعبلات فلازم الموضوع ينتهي بخزعبلات. بدام قلنا ان الارض تتحرك وان الارض تدور والكلام ده كله، فواحد طلع قال بقى ايه بالمرة، بدام الارض تتحرك وبدام الارض تدور وبدام الارض كرة حقيرة معلقة في الفضاء، كل الكلام ده كلام غلط لازم تعرف، يعني عشان لو انت داخل معنا الاول مرة انا بتريق، لان الارض لا هي كرة حقيرة ولا معلقة في الفضاء ولا في حاجة اسمها فضاء اصلا. ولكن بدام هم قالوا كده وناس كتير شربت الكلام دوت، فواحد طلع قالك بالمرة نكمل المسخرة ونقول ان الارض عايزين ننقلها. يعني ايه هننقلها؟ يعني هنشيلها من مكانها؟ يعني كلام هزلي وغريب جدا جدا، وانا بعتبر ان هذا الخبر من الاخبار الكوميدية الهزلية، بس خبر كوميدي دمه تقيل.
في الحقيقة. تعالوا نشوف مشاهد مع بعض. المشاهد ديت لأسماك قرش ودولفين في البحر، على فجأة لقيناهم بيجروا خارجين ناحية الشط وبصورة غير طبيعية بالمرة. يا ترى ايه السبب اللي عامل لهم حالة الذعر دي؟ تعالوا نشوف لمدة ثواني ونعود اليكم. يعني زي ما شفنا التفسيرات متعددة في هذا الأمر. هل هم حاسين بخطر قادم بزلازل مثلا، براقين هتثور في قاع البحار؟ قولولنا رأيكم ايه في التعليقات. دايما الوقت بيجري معاكم بسرعة، مش عايزين ان احنا نطول عليكم اكتر من كده. لا تنسونا من صالح الدعاء وانشر هذه الحلقة على جميع المنصات. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.